طيب اليوم حضرتنا شباب عن الار دي اف. في حدا سمع بالار دي اف قبل هيك؟ في حدا عمره سمع بالار دي اف؟ سمع بس ها؟ سمع. طيب لها علاقة بشو؟ داتا ستوريج. داتا ستوريج. في حدا عنده اقتراح ثاني؟ طيب خليني اعطيكم كيس قبل ما نبدا نشرح الار دي اف بشكل قصير. افترضوا جدلا انه عندنا داتا بنخزن عن برودكتس، عن اشياء، عن كاسي، عن طاوله، عن كاميرا، عن شخص، عن سياره، عن موبايل، عن لابتوب، عن كل حاجه من هاي الاشياء لها ايش؟ مواصفات مختلفه. واحنا بدنا نخزن نعرفش البرودكتس اللي هي بدنا نحكي عنها عن ايش اصلا، عن ايش هي. ها طيب هلا بنعرف ايش عن ايش هذه البرودكت، نعرف شو مواصفاتها مرات، يعني نثبتها. ليش نعرف ايش؟ اذا بنعرف اوكي بنعمل سكيما لها المواصفات. هلا لو جينا نعمل اوتوماتيكلي مثلا هيك انه دروب كولون واد كولون داتا بيس، ما بتتحملش ريليشنال تيبل. فبالتالي احنا بنحكي عن عن اشي متغير، يعني السكيما وكانها ايش؟ متغير دايناميك. ما بنقدر كل ما بيجي كولون جديد او يوزر بده يضيف مثلا صفه معينه عن البرودكت ان ايش نساوي؟ ان نضيف نكله، ولو حتى اوتوماتيكلي بالكود نكله يعني التر التيبل عشان نضيف كون معين. فبدنا نصمم، بدي اياكم تصمموا داتابيس سكيما بزبط نخزن فيها معلومات عن اي برودكت في الدنيا بغض النظر شو مواصفاته، بحيث انها تكون كونستراكتشرد مش على شكل كومنتس. في افكار؟ أنس كيف حليتها؟ عملنا تيبل في تو كولونز. تيبل في تو كولونز أول واحد الاتريبيوت نيم، الاتريبيوت نيم، الاتريبيوت فاليو، والاتريبيوت فاليو. طيب وفي يعني طب كيف بدي أعرف إنه هلا إنه إحنا بنحكي عن برودكت معين، عن برودكت معين نضيف كولون ثالث إنه برودكت آي دي. ففي عندنا برودكت آي دي، اتريبيوت نيم، اتريبيوت نيم، اتريبيوت attribute value. في حد عنده انتقاد لاقتراح أنس؟ ايش للاتريبيوت؟ كيف يعني ايش للاتريبيوت وايش للبرودكت؟ يعني برودكت مثلا برودكت 1 اسمه برودكت 2 يعني تيبل للبرودكت. ما هو حاط برودكت اي دي فورين كي، يعني برودكت اي دي فورين كي. عشان شو؟ عشان شو بدك تخزن هناك؟ مثلا اونر او معلومات خاصه. لا بدناش اونر، انا هذا شيء ثاني. شيء ثاني. انا بدي بس معلومات عن البرودكت، بدك تقول لي هاي الكاميرا مواصفاتها 1 2 3. صور كفايه. هاي الكاسي 1 2 3. طب انا عنده موديل ثاني او موديل احسن؟ انا محتاج يعني مش احسن الموديل هذا شغال، بس انكيس انها الداتا صغير بالدكتور. إن كيس إن الداتا صغيرة هذا الموديل ممتاز. إذا الداتا كبيرة، داتا كبيرة إنه عندك في الداتا بيس في إشي أوبشن اسمه XML، بتقدر أنت مثلاً أنا بدي مثلاً الأتريبيوتس هاي كلها مثلاً في الدايناميك، خصوصاً هذه كنا نستخدمها في الدايناميك بيجز، يعني مثلاً نضيف في البيج لي أوت معين تغير مثلاً مواقع الكنترولز أو التكست بوكسز أو الأشياء عندك. فكل مرة بيكون الديزاين اللي أنت بدك تطلعه لليوزر شكل أو كاستمايز. أيوة. فإحنا بنخزن الصفحة كلها كـ XML في الداتا بيس، كل مرة بنسحبها. يعني بمعنى آخر بنجيب XML بنخزنه في 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 أتريبيوت واحد. انا ما بديش هيك. ليش؟ لانه هاي المشكله اصعب البروسيسنج تبعها اللي بتقول عليها، البروسيسنج تبعها اصعب على فكره. البروسيسنج اصعب بس ان كيس انها الداتا. طيب ان كيس، طب المشكله ان كيس انها الداتا كبيره شو يعني؟ كذا بتصير طوله مليارات. ممكن خلينا مشكله البيرفورمانس على جنب، خلينا نعمل ستورج. أنا عنده موديل أحسن؟
تريها ها؟ طب انت شو الموديل تبعك اللي ورجيتي لي يا منى؟ منى انا نفس الفكره كانت انه الكولوم الاول اسمه الاوبجكت، الاوبجكت نيم بخزن فيه الاوبجكت، الثاني الكي او الاتريبيوت، والثالث هو الفاليو. ليش شو يعني ليش حطيت البرودكت نيم؟ عشان اميزه كيف مثلا الكار او كذا او تميزي شو؟ اسمه؟ الاوبجكت اسمه؟ شو اسم الكاميرا هاي؟ هذه كاميرا اسمها اسمها كاميرا اذا مش اسمها قصدك نوعها نوع الاوبجكت يعني نفسك اوبجكت. طب ليه ما تخزني اوكي يعني شو بتقول هي ضافت كولر جديد عندك تقول لك برود احط اعمل تيبل في البرودكت تايب وبرودكت اي دي يعني بنقول كاميرا بعدين نحط رقمها سياره بعدين نحط رقمها بعدين تيبل ثاني ناخذ الرقم وبعدين ناخذ الرقم ونقول الاتريبيوت والفاليو تاعت الاتريبيوت هيك قصدك انت صح؟ سمعتي انا شو قال لي بتدمج هي اتريبيوت ما هو حط التايب حطي مثلا 1 2 3 4 تحت التايب حطي بيرسون او كولي سوري كولي تايب بيرسون عمار شو رأيك؟ أقصد متأخر ولا حكت السؤال من أوله؟ من أول. نبدأ على الداتا يعني كيف من أوله تقريبا. وليد؟ ما أخترتش عنهم بس إنه خصصتهم تو تيبلز مش تيبل واحد. إنه حطيت البرتس تاعت الفيرز وتخزينها بتيبل لحالها. أها. طيب سؤال ماشي على كل فكرة يعني أنا مبسوط إنكم توصلتوا لهذا الموديل بسرعة. هل هذا الموديل ريليشنال؟ ريليشنال أنا بقول عنه مش ريليشنال أو ريليشنال ريليشن ليش؟ لأن خزناها في تيبل ولا؟ طب شو معنى الريليشن؟ علاقة بعلم باللوجيك أو بعلم الداتابيس شو ريليشن؟ ريليشن هي عبارة عن تيبل انه انا في عندي ريليشن عبارة عن تيبل للتبسيط يعني انه انا في عندي اي شيء يعني الداتا وكأنه اس في عندي اسم للريليشن بنقول مثلا بيرسون وفي عندي معلومات عن البيرسون كولنز هاي ريليشن ومرتبطة هاي في كيز يعني في علاقات مع تيبل ثاني فهاي بنسميها ريليشنال موديل أنا بعرف طب موديلز ثانية هذا نقاش ضروري جدا قبل ما نبدأ وإلا بصير تلقين إلى لما نبدأ. Object oriented ما هي مش ريليشنال. أها الأوبجكت أورينتد مش ريليشنال. شو فكرة الأوبجكت أورينتد؟ وراثة. ها؟ تستدعيها. هذا برمجة. أوبجكت إني أنا بحكي عن الأوبجكت نفسه. بالضبط أنا عندي أوبجكت. يعني كدوكيمنت أنا. الأوبجكت نفسه بنعطوه نود وفيه بكلبه معلومات عنه الأتريبيوتس لينكد مع أوبجكت ثاني. فمخزق هيك زي الجراف. ها؟ يعني كان كل أتريبيوتس مع الأوبجكت ثاني أتريبيوتس ثانية مع أوبجكت ثاني. آه. أنه طب الـ XML relational model؟ لا أوبجكت. أوبجكت. Object ولا relation؟ هي مرجت هيك إشي. هي ال XML تعتبر إنها سكيمة كيف أنت الداتا بس عندك؟ فكرة السكيمة هون السؤال تبعنا فكرة السكيمة إنه هي relational؟ لا مش relational. مش relational. طب. ولا object oriented. ولا object oriented؟ ما أظنش لا. لا. ما بصير شو اسم؟ طيب هاتوا نبدا المحاضره بس قبل ما نبدا دائما في ريدنج المين ريدنج ماتيريال للمادي اللي هو الستاندرد تبع ار دي اف دبليو 3 سي ستاندرد مش كتب وسلايدز الستاندرد نفسه عمركم قراتوا ستاندرد ها عمركم قراتوا ستاندرد بالمناسبه على فكره W3C هي مش ستاندرايزيشن بدل وهذا مش ستاندرد
بنسميها ريكومنديشن ريكومندد بس يعني اتس لايك ستاندرد الستاندرد نفسه هو منه بتيجي الاسئله وهو المطلوب في الماده ومش كل شيء هون بشرحه يعني بعلمك كيف تقرا الستاندرد بس بالاضافه في كتاب اسمه سيمانتيك ويب فور ذا وركينج اونتولوجي اونتولوجيست هذا الكتاب صحيح يعني ما فيش ماتيريال انا يعني اذا بدكم للقراءه عن الار دي في شيء عجبني ولا حتى هذا الكتاب بجوز الطف شيء صورت منه شابتر 3 بس اللي هو فكره الار دي اف اذا بدكم تاخذوه واذا هاي الكتاب بعرفش اذا في عنه اونلاين بي دي اف بعرفش شوفوا انتم اللي بدكم اياه ف اللي بده يصور هاي كمان بتساعد للي بده يفهم مجوز الستاندرد بحكيش بلغه الطالب بحكي لغه ايش البروفيشنالز بس انا اهم شيء عندي الستاندرد الستاندرد مش مكتوب بطريقه شرح للتفهيم مكتوب ستاندرد للناس التكنيكال وانا في الماده هاي في 2 او 3 ستاندردز هم الريدنج ماتيريال تاعت الماده فمحاضره اليوم الستاندرد تبع ال ار دي اف اها وات از اكس ام ال هاتوا ندرس الاكس ام ال قبل ما ندرس ار دي اف من بعطيكم باك جراوند صغير على الاكس ام ال وبعدين نروح على الار دي اف باك جراوند مش على اللي بيعرفش شو معناته اكس ام ال انا قلت لكم تحضروا اه اكس ام ال بتخزن كتاب اي مع سوري بتخزن معلومات عن ايش عندي هون عن حدا عن كتاب سوري بتخزن معلومات عن كتاب حتى شو التايتل شو التايتل هو اورينتاليزم انا مؤلف اورينتاليزم مرام لازم مرام بس ريتال لانه املي فيها يعني انها قارئه انا مؤلف اورينتاليزم ها هات نشوف بعدين بنقول الاوثر لاحظي هون التايتل حتبلشنا كتبنا تايتل بعدين كتبنا اسم عنوان الكتاب بعدين سكرنا التايتل بعدين عملنا اوثر بعدين سكرنا اوثر هون لانه اوثر هون فيها اشياء هلا الاوثر في بكلبه البيرس نيم يعني بيرسون نيم وله تايتل بروف بعدين الفور نيم ادوار سور نيم سعيد الرول يونيفرسيتي يعني يونيفرسيتي بروفيسور ها البلايس نيم يعني وين البلايس نيم هون لاحظوا المعلومة بحكي انا عن مين بحكي عن اليونيفرسيتي هون صح كولومبيا يونيفرسيتي سكرنا كل التاكس وهاي هو الكارت تبع الكتاب ها لاحظ اذا بدي اشوفها بس ارسمها بطريقة معينة في عنا بوك انفورميشن لها تايتل لها اوثر الاوثر له بيرسون كلبه تاج اسمها بيرسون نيم والبيرسون لها تايتل فور نيم سور نيم رول والرول لها بليس نيم وكأنه المعلومات هيك هذا ريليشنال لا هذا اوبجكت اورينتد لا هذا بنسميه تري It's a three data model. The XML, it's a three data model. It's a three data model. ف شيل ار دي شيل XML هون provide syntax for marking up documents. يعني انه في عندي انا بدي اخزن هذول مرات بكين تكست ها يعني تعال انت خذ تكست مكتوب زي اللي في الشابتر هون ها وصير اعمل له marking up. شو يعني marking up؟ يعني اعمل له tag cool هاي كذا وهي كذا فكأنه هاي المعلومات موجودة تيكس وبعدين صرنا قبل الكلمة وبعد الكلمة نحط تاكس فرتبنا البيانات بالطريقة هاي جوا الموديل عبارة عن لو تاخذوا تحطوا ايش انت الطريقة هاي بيطلع ايش دائما تري لما قلت لكم مش اوبجكت اورينتد برجع ليش مش اوبجكت اورينتد او شو علاقته بالاوبجكت مش اوبجكت ليش اجت طيب هاي؟ ليش الناس عملوا اكس ام ال؟ بتذكر واحنا نشتغل في البنك كانوا طلبوا منا وزاره سوري سلطه النقد
انه بعرفش اذا بعده هذا الكلام موجود ولا لا. استمعنا في 95 96 97 انه هاتوا نعمل تكست فايل، نعمل فورمات لتكست فايل مش سلطة المكتب كل بنوك كل يوم لازم تنزل عليها بيانات. شكات انواع كثيره من البيانات. هاتوا مثلا الشكات، هاتوا نتفق على على فورمات لا تكست فايل، نخزن كل كل بنك بحط المعلومات التكست فايل، وسلطة المكتب شو بيساووا؟ بيعمل بارس لهم، بارسر واحد بيعمل بارس لهم، بكراهم بخزن في الداتابيس. هذا زمان. شو اليوم السنتكس اللي بدو؟ XML نص XML نص تكست، في تكست في XML بعدهم بعدهم تكست. ف هلا اذا عملنا تكست فايل شو المشكله؟ ليش XML احسن؟ ليش XML احسن؟ لانه ممكن اكسباندبل او ممكن نضيف عليها بسهوله، لانه بلاش هاي مثلا واحد يروح يقرا هاي واللي والسطر اللي بعده. اذا الباستر غلط، لانه شو البارسر بيساوي؟ بكرة سطر وبعدين كاركتر ضرب تضرب كل الفايل. فالاكس ام ال بتعمل بارسر الاكس ام ال، وعلى فكره كل نقدر نعمل بارسر واحد لكل انواع الاكس ام ال ونطوله ونطول البيانات منه. ف اتس ايزي فور اكسشينجينج داتا بتوين كمبيوترز سبيشالي اون ذا ويب او بتوين كمبيوترز. واضح؟ عملت ستاندرد وينتا 97. its XML document is an ordered labeled tree. يعني مرات في tree بترجع لورا أو مش label، هذا اللينك ملوش label أو مش ordered، مش مهم مكانه. فدائما نقول it's an ordered labeled tree. ها ها. مثال ثاني، في عنا address name بيرزيت University الستريت المرج رقم 435 تاون بيرزيت سكر الادرس. بكتب انا البيانات الطريقة هاي. اها كتبناها بالطريقة هاي. لاحظ هلا بدي اورجيك شغلة. هاي زي ما شفتوا قبل شوية. طب لاحظ بدي اكتب الادرس انا طريقة اخرى. بقول ادرس النيم بيرزيت يونيفرسيتي البليس، بعدين بحط بكلب البليس ستريت، وبعدين بحط التاون. نفس المعلومات تخزنت بتو ويز، تو ويز اوف مارك اب، زي ما انا اعطيك معلومات لاثنين ويعملوا داتا بيس سكيما ديفرنت داتا بيس سكيما، بتخزن ايش؟ نفس المعلومات. ها؟ واضح انه هاي موجوده، هاي مش هاي مشكله في الاكس ام ال او صفه من صفات الاكس ام ال. يمكن فلكسبيليتي؟ يمكن يمكن بس بدنا نفكر فيها. ماما كمان البارسل بكرههم تنتين نفس الشيء ولا بخربطهم؟ خذ هذا بارسل، كل واحد بارسل. هات نفكر، هات نفكر مع بعض. يلا كيف بدي اجلها بعد تو سلايدز نفكر. هل هي ادفانتج ولا ديس ادفانتج؟ انه هالداتا موديل هذا بيسمح، داتا موديل اللي هو تري داتا موديل بيسمح في شو؟ نفس الداتا تتخزن في اكثر من طريق، اكثر من تركيب. هل هاي ادفانتج ولا ديس ادفانتج؟ او وين الادفانتج وين ديس ادفانتج؟ ايوه يا تكون يمكن للمبرمج ادفانتج انه اسهل للمبرمج، بس للكمبيوتر لما الاكستشينج بين كمبيوتر قصدك للي بيكتبها سهله ولا اللي بيقراها المبرمج؟ مو برضه المبرمج اللي بيكتب برنامج يقراها. لا يعني الكتابه انها فليكسبل، تكون يعني سهل انه اي واحد يكتب او باي طريقه. اما لما تكون اكستشينج للكمبيوتر مش نفس الشيء، لو كانت مكتوب بهي الطريقه ما بتنفع. تخيلي عندنا قديش بنك فلسطين؟ 21 بنك. قلنا لهم ودوا باكس ام ال معلومات، واحد ودى هيك واحد ودى هيك. مشكله. لما هو سكيما معينه. هذا سلطه المكتب. تخيل انه قررنا بعد ما عملنا سكيما معينه، قررنا انه قررت جامعه الدول العربيه انها تعمل دوله وحده، وكانت لكل دوله اعطوني ايش للبنوك السكيما استبعدكم. هي طب انو قرر سلطه المال زمان وهلا معناته
الدول الجديدة اللي بتصير بدها تفرض بدها تهد كل السكيمز اللي نعملها مش كل الدول بتعمل سكيم جديد يعني نغير كل البرامج تغير كل البرامج ولا يعني في شيء اشي دائما انا من داتا او اشي تغير كل البرامج بس احنا هون بنتفنى اشي معين أيوة. لما احنا بنحكي قصة الانترفيس وقصة مثلا الاشي اللي مثلا الاكستشينج هاي المرحلة دائما متفق عليها او مثلا انك تطلعها من هون بس انها توصل للطريقه هات اذا بتسمحي لي فهمتك اذا بتسمحي لي اعيد صياغه اللي قلتيه في شيء نغير كل البرامج يا بدنا نلقي حل بعيش مع حد دايناميسيتي هاي بارسر نلقي بارسر يعني نعمل ترانسفورميشن نعمل ترانسفورميشن من هاي الموديل لهاي الموديل او من هذا لهذا بزبط دائما غالبا بس صعب او بده مرات هارد كودينج طيب هاتوا نفكر لو بدنا نغير الداتا موديل بحيث انه الداتا موديل بحيث انه دائما سل يعني بيسمح في الانتجريشن للداتا وضحت دائما بيسمح في الانتجريشن للداتا طيب فالمشكله في الاكس ام ال هذا نشوف مشكله ثانيه شو رايكم بهاي شو رايكم في هاي؟ هاي الكيس طلعوا عليها كان يشريها؟ شي هاي مؤية؟ مش مشكلة مش واضح السنتكس الليبلينج سيء الليبلينج سيء؟ اه ليش؟ بس شو بدك؟ اسمع شو بدك من الليبلينج؟ ترفلكت الكونتنت تبع ترفلكت الكونتنت شو يعني ريفلكت الكونتنت يعكس المضمون اللي يعكس المضمون شو يعني يميز المضمون يميز شو يعني كون له معنى ايش مين يكون له معنى مينفول ليفل مينفول ليفل الاكس ام ال سكيما طبيعه التاكس ليس هناك ما يجبر المبرمج انه يحط لها معنى وبالتالي واي اكس ام ال از نوت انف because it provides syntax only no semantics فيش معنى لا هي يعني مش معموله شوف اول ما اجت الاكس ام ال بس بكوا بدهم يعملوا ستراكشر لا بكوا يفكروا في انه الموديل يكون يعمل انتجريشن لديفرنت ريبريزنتيشنز ولا بكوا مفكرين في المعنى which is important when exchanging or representing data over the web ليش over the web هلا اذا سلطة النقل شو اسمه أنور جابر؟ أنور لا أنور بعده سلطة النقل؟ إذا ما فهمش هاي في سلطة النقل بتصل على عمار كله شو هاي معنى الدي دي؟ لأنه بيعرف جواله بجوز لأنها فلسطين صغيرة وكلهم 21 بنك طيب نفترض جدلا إن احنا نحكي عن دولة زي مثلا عن العالم يعني إنه أنت اللي بشوف المعلومة ما بتعرفوش وهو اللي بده يستعملها بقدر يرسل عليك تلفون ويدي لك ايميل لازم يكون واضح لازم يكون واضح طب كيف انا عندي اقتراح بالمناسبه هاي كيف بي مسجلها بايه سنتكس دلوس اكتبي لي يا مراه اكتبي لي يا مراه اسمه ديباجنج للسلايدز اعطوني هاي الاشياء كوالتي كنترول يعني انه هنا في خطا انا حاط في بي لازم هاي في بي هنا مسكر مش ايه انا لو فكرت تحكي فاذا في مشاكل مرات السلايدز ديباجنج بدها يعني كل سنه بعدل عليهم مشكله انه هذا معناه برضه الاكس ام ال فليكسبل لا لا هاي لا هاي خطا لا لا مش الخطا اللي كانت عنه اللي هو انه معناته فليكسبل هلا فليكسبل بس يعني اذا احنا بدنا نعمل سينتاكس يعني تكست بيست سينتاكس نتبادل فيه الداتا وعبر الناس انها ما بتعرف بعض وما مش لازم تتصل مع بعض صعب لازم طب يعني لو شفت الدكتور انا عملت تيبل والستراكشر تبعه سميت الاتريبيوتس اي او بي او سي او دي وهي شفت بالضبط الداتابيس تعاني من نفس المشكله داتا ريليشن للداتابيس تعاني من نفس المشكله في هذا عنده حل؟ مش هو قلت محلول يعني بيفرضوا على الناس مثلا زي سلطة النقد تفرض انه امشي على الاكس ام ال سكيما هاي يعني يكون في زي ديسكريبشن للسكيما
زي الدي تي تي فايل حتى الاي بي. طيب وشو بعلفه وافرض انه بالاكس بدي افرض انه بالاكس من السكيما محطوط اي 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 ولا بي 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 ولا اف ان ولا ام دي اف ولا لا هو طلع انه مثلا انت بدك تتعامل مع اي بي اي معين مثلا لو ويب سايت او كذا في مثلا فورمات الاكس ام ال معينه بيلزمك فيها مثلا انت بدك فورمات يعني سينتاكس لاكس ام ال يعني مع سينتاكس للداتا انا اللي بقوله انه افرض انه انت ما فهمتيش حط لك ار اف سي تي ام هو بده يحطها بشكل مفهوم ما حطهاش بشكل ممتاز خلص راح يعني يعمل كتالوج يكتب في كل الاي اي اي شو بتعني والبي انا عملت ديكشنري ديكشنري هذا ديكشنري برضه موجود بالداتا بيس برضه مليح فكره اقتراح مليح بس كيف نربط هالداتا ديكشنري هذا هون انا بلش اسمه ماكس او كومنتس على كل ليفل مثلا على كل ليفل نعمل كومنتس اتريبيوت طيب خلينا نشوف اذا الاكس ام ال فيها مشكله السيمانتكس وفيها مشكله انها مش بريميتيف انه تو ديفرنت representations لنفس الداتا هاي الفلكسبيليتي اللي ما تسمى فلكسبيليتي قاتله ها ليش لانها ما بتخليناش بسهوله ان نتعامل نعمل انتجريشن للبيانات ونفهم البيانات نعملها بروسيس ماشي طيب على كل حال ريليش الداتا بيسز اتس ريليشنال داتا موديل صح والاكسم على فكره غلط لا موستلي ريليشنال موستلي شو يعني موستلي يعني في داتا بيزز مش ريليشنال في داتا بيزز مش ريليشنال ازاي دوكيومنت بيزد زي الاوبجكت اورينتد داتا بيز وزي الاوبجكت ريليشنال داتا بيز بس هون طبعا انا نقصد احنا الداتا بيز الشائعه المستعمله اللي هي ريليشن انا عملتها بالعمل اللي هي ريليشنال داتا بيز الاكس ام ال اتستري داتا بيز هلا بنتعلم اليوم شيء جديد نسميه جراف داتا مود ونشوف نقارنه بالاشياء الاخرى ليش مش جي دي اف ام ليش جراف داتا لا هاي مش اختصار هي اختصار تبعها ريسورس ديسكريبشن فريم ورك ريسورس ديسكريبشن فريم ورك بس دكتور قبل ما اطلع من ار دي اف ستاندز فور ريسورس ديسكريبشن فريم ورك ما قبل ما اطلع من الاكس ام ال سؤال يمكن برا الموضوع وانا قرات مقال يعني قريبا انه الاكس ام ال لما طلعت كانت في ثوره بسموها ريفوليوشن اوف داتا بيز كانت تعتبر هي المستقبل للداتا بيز بعدين صار في انهيار انه بطلت فشلت الاكس ام ال لحد كبير ما قدرت افهم هل مضبوط الكلام هذا ولا شو الاسباب جدت الانهيار هكل ارد لك عليها طلع شيء نسميه الاكس ام ال داتا بيز تامينو على فكره يعني تعرف في عالم هاد نسترجع قبل حد في عالم الاول جينيريشنز من الانترنت كان كانت تكست فايلز اجت الكوبل بعد الكوبل اجت الداتا ريليشنال موديل ريليشنال داتابيس عملت الريليشنال داتابيس ثوره هائله جدا بحيث انه يقال الان 70 او 80% من البيزنس مخزن في داتابيسز في ريليشنال داتابيسز وش وعلى ما تتفاجئوش اذا قلت لكم بعرفش قديش انا الاستاتستكس شفتها زمان انه اللي بيجي بعدها مخزن بالكوبل لا زال مش عارفين يقولوا له كونفرجنج ايه بقول لك يعني انا مثلا رحت على شركه اسمها ريدرز دايجست من اكبر الببلشرز في العالم بقول لك يعني وي ار دوينج فيري جود بزنس وذ كوبل واي تو تشينج ات بنك الكهرباء اللي حاطين عنده كوبل بنك الكهرباء مانكو العربي غيروا ما بعرف اي ايامي انا كانوا كان كوب anyway, مش هذا موضوع هلا فبعد الريليشنال موديل صار في دراسه انه الريليشنال موديل مرات بزبطش اوكي سكيلبل الريليشنال موديل اتس ايزي تو يوز بسرعه بنعمل تيبل وبسرعه بندرسه اتس ايزي تو تيتش تيتشابل سكيلبل وبسرعه بنعمل كويري فيه والكويري سريعه جدا واحنا فيري ساتيسفايد من سرعه الداتا بيز ولا لا في حد عنده مشكله عاده من سرعه الداتا بيز هاي كل البزنس مفهوم في الجامعه مخزن يعني البزنس يعني الطلاب والعلامات وكله مخزن في الداتا بيز مش مشكله بس هلا صار في انه في مشكله في حالات كثير بزبط فيها ريليشنال مثلا انه انا بتبادل بيانات انا وياك كيف بدنا نتبادل بيانات
هلا سأجت الـ XML هون من باب عملية تبادل البيانات بس. أول ما طلع إننا نتبادل البيانات ودي لك دوكيومنت ودي لك دوكيومنت مكتوب بالـ XML، مش تخزن معلوماتك على الهارد ديسك. بعدين very soon طلعوا شركات وكلوا وهاتوا نعمل إيش؟ XML database. XML database وفي شركة عملت XML database management system إذا بدك، يعني زي ما حكت منى إنه إحنا منخزن كل المعلومات XML. بعرفش هم كيف من جوا بيخزنوا المعلومات هاي، اسمها تامينو، بعرفش شو صار فيها زمان هاي، يعني أيام إحنا في بداية الألفينات بكت مشهورة يعني، وما بعدش بعد شوي. وحتى سمعت إنه يعني كانت بتكلف نص مليون اللي بده يشتري إنستانس من هاي الداتابيس، غالي جدا جدا جدا. المشكلة وين؟ في الكويري. أوكي، it's easy to store، it's impossible to query. المشكلة في الكويري، المشكلة في السيمانتكس، المشكلة كمان في الترانسفورميشن. إنه طيب هلا عنا يعني إذا بدي أقول على فكرة بجوز أسهل شوي في الداتابيس لما كنا عندنا تو ديفرنت تيبلز، عملية المابينج بين اللي استمر، بعتقد أنا شخصيا هلا أسهل شوي، بس في الإكس إم إل أصعب. طلع الإشي اسمه إكس إس إكس SLT اللي هو ستايل شيتس، انك انت تكتب ستايل شيت تعمل ترانسفورم من هاي الموديل لهاي الموديل، يعني من ريبريزنتيشن لريبريزنتيشن. ففي الداتا في عالم الاكس ام ال، يعني لما تقدر نخزن معلومات عن نعمل اكس ام ال داتابيس، بصير عمليه ترانسفورميشن بين مش بين تيبلز، بين دوكيومنتس داخل الداتابيس، وهذا الشيء ببطئها اكثر. بعرف شو صار بس ما بسمعش انه تقدم الموضوع. وعلى فكره مزبوط صار في اشي اسمه زي تامينو اكس ام ال داتابيس، بس طلعت هاي بسموه نيتف داتابيس، نيتف اكس ام ال داتابيس، يعني بس للاكس ام ال، بس الا لمعلوماتكم. اوراكل بتدعم اكس ام ال كويريز، اوراكل عملوا اكستنشن للاكس ام ال، انك بتخزن اكس ام ال وبتستعمل اكس كويري عشان تعمل كويري ل XML. كيف ال relational model databases له SQL، في كويري لانجوج ل XML اسمها X query، اسمها X queries. وأوراكل بتدعم بقول لك خزنه في XML، واحنا ايش بنساوي لك؟ نعطيك تخليك تستخدم X query. بس ليش بيسووا طلعوا هم بالضبط بحولوا الى داتا بيس عاديه، وبعدين انت بخلوك تكتب اكس كويري، بعدين الاكس كويري بحولها لايش؟ جاوبت بس بيرفورمانس بتطلع منه. مشكله بيرفورمانس طبعا، مش شوف هو اكثر بيرفورمانس مينينج وترانسفورميشن بين الموديلز، في اكثر من اشكاليه. ماشي؟ لا بلش في الار دي اف. الار دي اف هو عباره عن resource description framework. resource description framework هيك اسمه، معناته في resource نعمل له description. هيك اجت الفكره عشان نعمل description، يعني هاي بدايه الفكره الموتيفيشن، بس انا هون بشرحه كداتا موديل، مش بشرحوش كويب. ليه؟ لعالم الار دي اف في هاي المحاضره بركز فيه انه داتا موديل، وانه تري داتا موديل، جراف داتا موديل، هذا تركيزي بغض النظر انه من نستعمله للويب ولا لغير الويب. ملاحظين؟ بس اول ما طلع طلع على فكره صار ستاندرد وينتا، يعني بعد قديش من الاكس ام ال؟ سنتين. يعني معناته بسرعه ال دبليو 3 سي شمالهم ما عجبهم ايش؟ الاكس ام ال، مع وجود الشاعر الاكس ام ال الان. ف بدنا نستعمل اليوم احنا بنتعامل معاه ك جراف داتا موديل، بغض النظر انه على الويب ولا غير الويب. الار دي اف هيك بدي ادرسكم اياه اليوم، بس اللي بدي اقول لكم اياه لما تقراوا، معظم لما تقراوا الماتيريال اللي بتحكي عنه كمشكله للويب،
It makes use of your eyes to identify web resources and is written in XML. RDF مكتوب بال XML. نكتبه بال XML. وأهم إشي فينا نعرف فكرة ال URI. ال URI شو معنى ال URI؟ طب شو معنى ال URL؟ URL اللي هي لوكيتر أو لوكيشن. إنه في إشي موجود على يعني باث معين موجود على سيرفر معين في العالم. www.brz.edu بعدين صرنا للسيرفر. بعدين نقول students/كذا كذا يعني هاي كلها باث يونيك على العالم. URI وكأنه هذا اللينك it's a global primary key لبيج معينة موجود على الانترنت. صح ولا لا؟ موافقين؟ هلا هو بس هو مشكي. هلا هون في URI احنا بنحكي Unified Resource Identifier. انه في ريسورس معين موجود بجوز فايل بجوز معلومة داخل فايل واحنا بنعملها ايش؟ Identification يعني بنعطيها برايمري جلوبال انا بسميه مجازا جلوبال برايمري. مرات بقول انه الRDF مش لانجويج is just a data model a framework. لذلك هي ريتم بالـ XML. يعني احنا اصلا في ناس بيشوفها يعني لما مرة درستها واحد اصر بقول لي استاذ هاي extension للـ XML وليكن انها بدك تشوفها انها extension للـ XML بس هي اهم اشي انها انها another data model. So you may see it independently لانه احنا بنقدر بنقدر نخزن الـ RDF مش في XML. انا بدي ادرسكم ليها اليوم ايش بXML بس احنا بنقدر نخزنها مش بXML. على فكره عارفين شو الار دي اف اللي انتوا الار دي اف هو عباره عن اختصار اذا بدك تشوفه من ناحيه داتابيس الموديل اللي حكى انس لسه في حدا ورجاني لسه كلمات احسن بنسميه سبجكت بريديكت اوبجكت. سبجكت يعني كنت سميته انت ايش برودكت اي دي بريديكت شو يعني الاتريبيوت اوبجكت شو يعني الفاليو. ها هو الارض تجراف داتا جراف. طيب طبعا مصمم مش انه يعني يقرا يقرا اليوزر العادي مصمم مين يقرا الكمبيوتر زي الاكس ام ال برضه بجوز الاكس ام ال مور ريده بالمرات للهيومن بس هاي الاشياء مصممه انها تنعملها جنريت وبارسرز في من الكمبيوتر فمرات does not look nice يعني. طيب خليني انا اكفز عن هاي الاشياء بحب انا اورج اكزامبل. بدنا نحكي زي المثال اللي حتى حكينا قبل شوي في كتاب موجود على امازون هيك في كتاب اسمعوني في كتاب موجود على امازون كلكم كل واحد قدام ورقه يستعمل الموديل تبع انس طبعا مش بس انس لحاله كل حكيته نفس الشيء تيبل من 3 كولونز شكل انس في عندنا اللي وكانه برودكت اي دي والاتريبيوت والفاليو بدي احكي بمصطلحات انس ها عملتوه خزنوا لي المعلومات التالية هلا كتاب موجود على امازون يعني www.amazon.com/123 التايتل تبعه ايش اورينتاليزم اكتب خزنته في التابل والبرايس تبعه 11 دولار والاوثر تبعه اسمه دوار سعيد كيف حطيتوها نكتبوا 3 روز منها 3 روز
يعني في إشي موجود بأمازون؟ إيش في إشي؟ بعرفش أنا قلت شنو نوعه قلت شنو ما أعرفش. إشي موجود بأمازون؟ ثمنه 11 دولار. عنوانه أورينتاليزم. وألفه اسمه دوار سعيد. جاوبوني هون شو اللي برودكت اي دي على التابل تبعكم؟ واحد لا W W هيك هيك حطيت الاي دي مش شرط ك W W W امازون دوت كوم سلاش 123. طيب بعدين النيم شوي كل برايس تحت الاتريبيوت صح؟ والفاليو شو حطينا تحتها؟ 11 حطينا تحت هون الفاليو. الفاليو لشو؟ للبرايس. طيب بعدين www.amazon.com/123 اوثر ادوار سعيد www ها تايتل التايتل اورينتيشن صار تكرار في الاي دي هيك ها صار عندك تكرار في الاي دي كل مرة كيف كل مرة مش مهم. طيب لا ما يصير تكرار في الكلية. طبعاً عملت هيك بتحكي عن إشي ثاني قاعد ما حطيت الكي 1 2 3 في كل سطر صرت بتحكي عن برودكت ثاني. أنا بتحكي عن نفس البرودكت عادي ما يتكرر هون التكرار هون مش مهم مش تك يعني لا مش برايمري كي ولا هو داتابيز ناحية اذا بدك تحط الكي عليهم كلهم طب لو بدنا نرسمه جراف كيف حط الكي دائما 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 الكي هي اللي نبدا منها. ارسم حط دويريه حط بكلبها اكتب كلبها www.amazon.com ابدا هيك amazon.com/123 اطلع خط بروح على دائرة ثانية مكتوب فيها 11 اكتب على اسم الخط برايس بعدين اطلع خط ثاني من نفس ال WW هذية او اطلع خط حط دائرة حط دوارت سعيد واكتب على الخط شو اوثر شو ضال الاورينتاليزم التايتل اطلع خط برضو من الدائرة حط عليه سويتوها؟ شو بتختلف عن هاي؟ بورجيكم انه جراف ورجيتكم انه بنقدر نخزنه بتيبل ها؟ جراف HTTP امازون كذا 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 هذا تايتل حقيقة على فكرة بعدين الاوثر ادوار سعيد بعدين هل شو عارف ما بعدين تايتل اورينتاليزم والبرايس 11 على فكره شفتوا كيف خزناها في التابل برضو هذا نشوف على فكره كيف بنكتبه اذا بدنا نكتبه بطريقه اكس ام ال لا نبدا هون طبعا هاي باي ديفولت بتنحط على شو هاي اسم الدوكيومنت ار دي اف بلا بعدين خلينا ننزل هون احنا هنا اكسل بتعرف الاكسل النيم سبيس في حدا بيعرف شو معناته نيم سبيس خليها شوي طيب نبدا من هون هلا نقول ديسكريبشن اباوت يعني احنا بدنا نوصف ايش هذا الاشي بدنا نوصف هذا الاشي هذا اللي هو هاي بعدين بنكون من التاج هاي التاج حطينا ايش تايتل اورينتاليزم برايس 11 اوثر دوارت سعيد سكرنا الديسكريبشن هاي ايش هاي الار دي طريقه اكس ام ال شفتوا كيف بدنا كيف نرسمه وكيف نحطه هذا مش مهم ها المهم هون ايش فكره الموديل نفسه
حطينا التابل ولا حطينا هون، مش شرط انه التابل ريليشنال. شفتوا هاي الفكره؟ طيب طب انو ادوارد سعيد هاي شيء، هاي سترينج، هاي ايش؟ فل بال بال بلغه الارض بنسميها ليترال. ليترال ليترال هلا يعني ليترال بالارض تقابل الفاليو بال، لا مش فاليو، سترينج سترينج او نمبر او ديت او شيء له داتا تايب، مش كي هاي كي. انا بدي اعرف، انا بدي اقول بدي هسه اعرف انو دوار سعيد هيك غيرتها، قلت هذا الاشي اللي على الانترنت هو اللي هو كذا 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 له اوثر. على فكره الاوثر تبعه حطيت وكانه الجلوبال برايمري كي تبعته. شو استعملت هون انا؟ حطيت الارتكل تبعته هون الكبير. لا كيف بس اسم الموقع، بس انت تعمل ديسكريبشن يعني، بس اسم الموقع يو ار اي، مش شرط يو ار ال بس لازم تكون يو ار اي. خلينا بنشرح بعدين شوي يعني الشيء ايدنتيفاير ايدنتيفاير، مش ليترال، مش ليترال، في شيء ليترال. هاي 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 ليترال، بس هاي ايش؟ ايدنتيفاير لها سندكس خاص. ف الاوثر تبعها كنا هذا الاشي اللي على الانترنت، الاوثر تبعه هذا الاشي اللي له تفاصيل هذاك الاشي توفى سنة 25 2003 2003 دوار سعيد لازم تاخذه، انا بجيبه في امتحان. ولد في 1/11/35. ومن وين؟ كودز. وين ولد؟ في الكودز. وفل نيم تبعه اسمه دوار سعيد. في اشي على الانترنت سعره هالكاد، طيب تبعه هالكاد، الاوثر تبعه. هلا انا بدي احكي عن وكاني عن عن كيف في عالم الار دي اف، بعالم الاو ار ام في عندنا فاليو، في عندنا اوبجكت تايب. اوبجكت تايب ايوه، في عندنا وكانه اوبجكت تايب معين، وكانه وكانه انا مجازا بحكي. الاوثر تبعه اوبجكت تايب معين صح؟ وهاي هون شو سويت؟ قلت الاوثر، لاحظوا هنا الديسكريبشن اباب هذا الاشي اللي هو التايتل تبعه كذا، البرايس تبعه كذا، الاوثر تبعه، بعدين قلت الاوثر له ديسكريبشن اباب دبليو نقطتين دوارد سعيد. هاي الدبليو هون، وعلى فكره هاي الاي هون، هاتوا شوفوا الدبليو هون حطينا http://en.wikipedia.org/wiki. لما تشوفوا هاي الدبليو نقطتين بتشوف وين الدبليو، بتاخذ اللي بين دو كوتيشنز وبتلزقه بالضبط هون بالضبط. هاي نستعملها فكره النيم سبيس عشان نوفر تكست عشان تكون مور ريدبل، كونكاتينيشن يعني بدك تعملها. يعني هاي بتقيم النقطتين هذول، شو بتحط بطرحها الموجود بين التو كوتيشنز. فاحنا بنحكي عن هاي اللي عن هاي الريسورس، برضه هذا ريسورس، يعني هذا سميناه ايش على الانترنت؟ هذا ريسورس، ريسورس على الانترنت، ريسورس. الاوثر تبعه ريسورس ثاني وها بعدين نقول البيرسيتي هالكاد وبورن ات ودايت ات وهي الاخر. ماشي؟ هاي ايه هلا صار في عندي مجوز في اكثر من كتاب بامازون وغير امازون بيأشرن على، ممكن نسويه يأشرن على ايش؟ الاوثر تبعهن على نفس الريسورس صح؟ هاتوا نشوف. طب هو وين ولد؟ في جيروزاليم. طب كنت ممكن هاتوا نفس الشيء، هاتوا نعمل الكوس نفس الشيء، ممكن ولد في او مكان ولادته في الريسورس هاب الموجود على الانترنت، وهذا الريسورس البوبيوليشن تبعه هالكلب والكابيتال اوف كابيتال اوف ما حطيتش جيروزاليم، بديش احط جيروزاليم. هو ولد في مكان البوبيوليشن الحالي هالكلب، وهذا المكان عاصمة فلسطين. شايف؟
ونفس الاشي هو عن سوي. تقدر تخزن هلا ها هلا لاحظي هلا بدنا اياكم تخزن على الاكل. خزنتوا لي انتوا هاي لما بكت شو لتر خزنوا ليها بس لحدها يعني انه ها صارت الاتش تي في كذا قولوا لي كلك انه الفل اللي انت واحد وقت كيف شو بتحط بالفاليو مثلا هنيك اذا هنيك الفاليو شو كان وقت هيك هو شو الفاليو ايوه تاع جديده اوبجكت جديد تحطها يو ار ا الاوبجكت بنحط الفول نيم صح يعني بتحطوا هون بسرعه الخص انتوا عندكم تيبل من ثلاثه كولونز اول مره حطينا دبليو امازون دوت كوم واحدين بلا 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 بعدين حطينا البرايس احدى البرايس تحت الاتريبيوت بعدين تحت الفاليو حطينا 11 بعدين رجعنا كنا هذا التايتل اليو ار اي وتحت الاتريبيوت حطينا تايتل وتحت التايتل حطينا تحت الفاليو حطينا اورينتاليزم مزبوط بعدين هاي لما هاي بقت ادوار تسعين شو قلنا هاي الاوثر بعدين تحت الاتريبيوت حطينا اوثر بعدين حطينا ادوار تسعين هلا لما هاي بطلت بنحط ليتر شو بحط انا بحطها هي نفسها بقول الاوثر بحطه ايش الريسورس بعدين بجيب هذا الريسورس بحطه بنفس التيبل وبقول الفول نيم ادوار تسعين صح هذا الداتا موديل رائع جدا هو رائع جدا على فكره كما اكمل كلكم ما حدا سالني سؤال ايش رئيسي ما حدا سالني شغله كيف يعني ايش رئيسي كيف يعني كيف لا يعني في شيء انه مثلا البوك هو الميجر بوينت في الجراف يعني انه الملكي يعني هو الملكي فيش فيش اه مزبوط فيش قصده فيش شيء اسمه بوك هو المين سنترال بوينت في الجراف احنا بنحكي هناك عن بوك ايش النايل الموضوع مزبوط بس على فكره بقدر اقول اطلع هون خط واكتب هون اعمل دويريه واقول بوك وعلى الليبل تبع الخط اللي بينه شو بحط طيب واش كمان طيب وهنا نفس الشيء حط الطايب تبع هاي ايش؟ شو السؤال اللي سألناه مش لازم اسأله مش شايف في سؤال يسأله في سؤال في سؤال لو في أكثر من كتاب عادي ممكن في كتاب إذا كل هالمعلومات كل هالجراف عن كتاب واحد كيف لو عندي 10 كتب؟ طيب شو المشكلة؟ في الجدول بحطهم تحت بعض بس هي ياخذن صفحات كثيرة لا هي طريقة رسم التوضيح في المحاضرة مش في مضبوط بس أنا قصدي في التخزين عادي شو المشكلة؟ خزن اذا اسمع بدك تخزن في الداتا بيس تبعتك ولما بدك تفرجيني اياها في المحاضره ارسم لي لا هو لما كان قصدي مؤيد انه هو ما خزنش في الداتا بيس فيش داتا بيس تخزن رسمات هيك يعني هاي مش رسمات هاي بس للتوضيح هاي توضيح ما دام تخزن اكس ام ال تخزنها داتا بيس مشكلتك في مشكله ثانيه في الاكس ام ال انا شفت يعني جدول في اليكس معلومات كل مره مثلا التايتل بخزنه بيكتبوا كل ما يكتب تايتل جديد يعني ريكورد جديد برد بكرر نفس المعلومات بصير في ريدندنس يعني يعني بدي اخزن قائمة كتب بدي احط تايتل اورينت اسم الكتاب برد اسكرها برد اجيب الكتاب الثاني برد اكتب تايتل برد طيب شو المشكلة اسماء الاتريبيوتس بدي اكررها 100 مرة اذا عندي طيب شو المشكلة بصير في طويل هو هذا على فكرة التيبل تبعكم هذا فيري ثين فيري طويل جدا مسموح هذا الداتا موديل تبعكم هذا اللي صار العالم الايام هاي بالمناسبه طيب ما حد سالني سؤال ليش هذول النقطتين انا حاطين هون كابل اوث هاي مش حاط هون نقطتين والتايتل ليش حاطين هاي ليبل انها اتريبيوت كان فاليو لنيم سبيس ايوه فاليو لنيم سبيس وكانه قصه هون على فكره هنحط ايه هون انا شو حاط اوثر حط ايه مش حق يعني هون لازم احط ايه بس انا عشان من ناحيه تعليميه اول ما اشرحها ما بينش الايه عشان طلاب يسالوني عنها
بعدين عشان كنت مين ليه ما سألتش عنه؟ لاحظ هاي او في هون اي صح؟ أوه. هون فيش اي ما هي الاكس ام ال. طب شيل اي شيل اي نيم سبيس نيم سبيس يعني اتش تي تي بي سلاش دبليو 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 دوت دوت اكزامبل دوت كوم هاش يعني هاي كي ما احطها هون. طب ليش؟ هو التعريف ليش؟ يعني سؤال ليش اسم البروبريتي هاي او البريديكيت ليش انه لينك انا حاطه؟ حكينا عشان توفر التكست تايبنج كثير ما تطبعش كثير ممكن تكرر الاسم كم مره. هي الايدنتيفاير اللي حكيت لك. هاي الايدنتيفاير ها؟ اه طيب هاي الايدنتيفاير انت تابع لميمي تابع لميمي ممكن يكون في اكثر من اوثر تاكل اكثر تابع لميمي. طيب لو في اوثر لكتاب ثاني اعمل له يو ار ال ثاني؟ لا نفس اليو ار ال لانه نفس الاوثر يعني ما هو في اوثر. شو يعني اوثر؟ ايوه بتختلف وين الاوثر شو معنى الاوثر شو معنى اوثر؟ هون في دبليو دبليو دوت اكزامبل هون لها معنى بالضبط انه هون افرض انه اجى مؤيد بده يحط كتاب ثاني اجى بده يحط كتاب ثاني مش كتاب ثاني او اختراع جديد اوثر اقول لك شغله باختصار اقرا لك اياها هاي في شيء موجود مكان ما هاي وفي شيء ثاني ريسورس ثاني موجود في مكان ما وفي بينهم العلاقة الفلانية اللي معرف في وين هناك ليش اسمها هيك معرف هيك فيش اسمها هاي مش اسمها هاي هاي اختصار هيك ممكن اسمها واتبر بس وين معرف هيك في مكان ثاني لما بتتذكر لما قلت لكم اي 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 وبي بي 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 وكأنه ال ال اسم التاج أو هون اسم البروبريتي أو الاتريبيوت معرف في مكان ما معرف في مكان ما ففي إشي وفي إشي ثاني والعلاقة بينهم هذيك العلاقة اللي معرف في مكان يعني هاي ريفرنس العلاقة لتعريف العلاقة يعني لو بدك عن كتاب ثاني ممكن يكون بي بدل إيه هاي A و B هاي أنا حاطة بس الاختصار بقدر استخدم الـ A برضو هذا إذا بدي أحكي عن الكتاب الثاني تحكيش A أي كل واحد بحط A و B بس المهم هاي بس للإنترفيس هان بس هلأ أنت هون شو اللي بدنا إياه شو اللي بدنا إياه إنه لما الناس بتيجي تحكي عن كتب تيجي تحكي عن كتب بتحكي عن أوثر بتحكي عن تايتل بتحكي عن ببليشر بتحكي عن ISBN بتحكي عن كذا صح وكأنه إحنا عرفنا التاكس إذا بدك مجازاً نسميه التاكس البروبريتيز عرفناها في مكان وكنا للناس استعملوا إيش هاي العلاقة هلا كيف هم بدهم يرجونا كيف بدهم يشيروا لهاي العلاقات يشيروا إيش في اليو آر إل تبعها يعني لو انك تروح هون example.com هاش كذا بتلك ايش هناك تعريف باخذك البراوزر على هذيك العلاقة فهمتوا مفهومي اوضح اكثر معلش احكيها مرة انه اذا في عنا تابل في ايش نفهمها انه تابل روز وكولومز وكذا في ايش نفهمها انها يعني إنها فور ليجز وطاولة إنها الطاولة فمثلا إذا حطيت A تابل مثلا إلها فور ليجز ووصفتها بالوصفة مثلا B تابل إنها هاز كولومز وروز وكذا فإذا استخدمت البروبريتي اللي بالA تابل كأنك فهمتها إنها هي إذا استخدمتها إنها في B تابل كأنك فهمتها إنها يعني بمعنى آخر ممكن في ليس هناك ما يمنع أوكي شكرا خلينا أعمل أنا كمان مرة ثالثة تخيل انه انت عرفت اوثر من حقك انت تعرف اتريبيوت اسمها اوثر انت الثاني ها بس ايش شو بعرفهم مؤيد تعريفي عن تعريفك اذا اجت الداتا ايه مش ايه بدنا نقول ايه بنقول www.example.com
هاش اثر بيعرف انه هاي العلاقه. بس انت وبكون مثلا anas.com/author هاي علاقه ثانيه نعرف ايش هي النفس. قد يكون نفسهم وقد يكون بيختلفوا عن بعض. بس اذا اجى لمؤيد من شخصين مختلفين من مصطفى ومن منى اجاهم داتا لمؤيد وفي مستعملين www.example.com/author احنا اثنين احنا نعرفش بعض خلص نفس الناس هو شو بقول هي نفس العلاقة معناها 100% نفسه معناها 100% ايش نفسه. نقدر نقول يعني احنا الاوثر هو اسم معبر معناته ممكن نسميه اكس واي زد وبالتالي بتتوضح عن طريق مش مهم انها اكس واي زد تماما 100% مش مهم هون شو اسمها المهم انه هاي معرفه هناك فبصير انا واي واحد فيكم اذا بنستعمل الاكس والواي والزد مش مهم نقدر نعرفها. شفتوا كيف السيمانتكس في الار دي اف؟ شفتوا كيف السيمانتكس في الار دي اف؟ انه السيمانتكس الار دي اف شو هو؟ انه الاوثر انه الاتريبيوت ماله مش فري تحطه من عندك هيك انت رايح جاي اي بي سي وهذا لا اوكي انت ممكن تحطه بس بدك تروح تعرفه في مكان والناس بجوز قد تشترك فيه وقد تختلف مش مهم. بس لما بيت ناس بودوا لواحد غريب موجود في الصين داتا اثنين واحد من الهند واحد من امريكا ودوا لواحد ثاني من الصين داتا مستعملين فيها نفس ايش نفس الايدنتيفاير بتاع الاتريبيوت معناته نفسه وعلى فكره واذا استعملوا هذا جلوبال انا مجازا بحب اسميه جلوبال يونيك برايمري واتيفر اذا ودينا نفسه معناته بنحكي عن نفس الاشي. لاحظ في عالم الداتابيس وعالم الاكسل عاده هاي الاشياء مش ممكن احنا بنحط ايدنتيفاير معنا 1 2 3 بس صح بنستعمل ايش بكلش مرات ايش يو ار اي مش شرط يكون ويب لينك بس في له سينتاكس بيجبرنا انه يكون يونيك برضه في له سينتاكس معين مش شرط يكون موجود على الانترنت فعلا موصوف بس اذا استعملناه معناته اذا اثنين طلعوا من نفس الاشي معناته هو الاشي نفسه فاذا هاي نفسها معناته نفسها وكانه هون بنوصف الداتا الكيس تبعتها يونيك جلوبال مش كل داتابيس بتخد تعمل برايمري كي لحالها بطريقتها لا هلا وكأنه جبنا برايمري كي جلوبالي استعملناه وكنا العلاقة هاي موصوف فيه هناك هلا إذا هاي value string معناته string دائما string مهم وش معناه إذا نفسه معناته نفسه هذا إذا مش نفسه إذا نحكي على إشي ثاني باطل وضحت الفكرة؟ حلو طيب على فكرة من أصعب الأشياء شرح الأرضية لأول مرة مرات عيدها مرتين على فكرة بعرف شو أحسن طريقة لشرح الأرضية anyway. بس شكله وصلت الفكرة ألخص لكم لاحظوا هل هاي ممكن تلك فاليو؟ خلينا هيك نقول هل هاي لترال دائما مالها يو ار اي هل هاي ممكن تبقى فاليو لا طبعا دائما يو ار اي هل هاي ممكن تبقى فاليو لا طبعا مش هاي تحديدا انا بحكي يعني طبعا ممكن لانه هاي subject predicate object بعدين subject predicate object بعدين subject predicate object هل object ممكن بعدين subject predicate object فكله subject predicate object object ممكن يعني عادة URI الobject ممكن يكون literal أو URI subject إلا URI predicate لازم تكون URI هلا خليني هاي مثال ثاني
في عنا إشي إله فيرست نيم ويليام وإله لاست نيم سميث. ماريد ويل إشي ثاني إله فيرست نيم وإله لاست نيم. واضح؟ هاي مثال ثاني وهاي الأرض افتقها. واضحة؟ طيب هاي الرسمة تبعت إشي ثاني. في عنا إشي عارف شو الارتست تبعه بوب والكنتري تبعته يو اس اي والكومباني كولومبيا والبرايس 10.9 والير 1985. واضحه؟ هذا هيك مثال جراف ريبريزنتيشن. واضح؟ اذا تشبعوش اكزامبلز بضل اعطيكم بزياده. هي عندي شيء وصفته هيك بس انا في الديسكريبشن اباوت هذا الشيء. هذا الشيء سوري إلو أوثر هان الأوثر إلو كريت الكرييشن الكرييتيد من جوا في هون موديفايد أيوة. فإن ذيس إكزامبل اللي قبلنا هاد اليو آر آي اللي هو هاي إز يوز تو أيدنتيفاي أويب بيج أريسورس. هو مش لازم مش لازم كويب بيج أريسورس. فالأوثر هون شو هي؟ بروبريتي ديسكرايب ذا اوثر اوف ذا بيج صح. والفاليو اللي هي يان هاي اللي هي الفاليو تبعت الاوثر وهل مجرد كرييتد وموديفايد. فالار دي اف تيرمينولوجي اولسو يوز ذا وورد سبجكت بريديكيت اوبجكت. هناك لما كنا هذا اليو ار ال هو السبجكت والاوثر هو البريديكيت ويان هو ايش الفاليو هي اللي ايش الاوبجكت. ها هلا هذا عباره عن جراف. هذا تري لا مش الاشياء كلكم لازم يجي تري. على فكره المثال اللي انا اعطيتكم اياه عند والد سعيد ذكر انه تري صح. هذا تري بس هذا بس صدفه تري. هذا بصفة ربع ربع تري بضيف عليه شغلة عشان تصير جراف. شو الفرق بين جراف التري؟ التري كل شيء متفرع من شيء. بس الجراف قد تكون فيه شغلات خشنة. لو لو برجع يعني إشي برد يرجع. أنا بس خلي أنا بيعملوا هيك بجيب لي بحط لي لينك بين شغلات بيعملوا جراف. بسيط. يا من رجع هاي هون مثلا هذا الاشي نش لا ريتم هي هاي لا الماي انا بلا بلا. مثال ثاني او المدينه القدس القدس ليش الكتاب مثلا انه هذا الكتاب او هذا الاشي وصولد ات انباع في جيروزلم صار جراف مزبوط. هلا هذا الجراف هذا جراف داتا موديل. لاحظوا شو بنسميه هذا اوردر ليبل جراف. ليش ليبل؟ سوري من كلمه دايركتد دايركتد ليبل جراف. ليش ليبل؟ لانه الايدجز تبعته عليها ليبل. لو كيف تقدر تمحى هاي من هون بيخرب الجراف صح. لازم يمكلها وليش دايركتد؟ لانه معنى هاي مرتبط باتجاه تقدرش وكانك تقدرش ترجع وكانك فهو دايركتد ليبل جراف. يعني لما ترجع تقدر بس بتغير معنى. ايوه مثلا هذا اليو ار اي بتخزن فيه اكثر من اوثر ولو بس الاوثر هنا يعني الاوثر ها؟ لا لا ها؟ شو كذا بتخزن فيه؟ افرض انه هذا كتاب له ثلاث مؤلفين. ايه هذا الكتاب له ثلاث مؤلفين بيجي اكثر من بقول برسم هاي واحده هون بحط اوثر بحط الكتاب الثاني مصطفى جرار والكتاب الثالث شريهان البكري وبوصفه زي هذول دبلي. يعني هو مش بس شيء واحد مش او ار ام قصدي انه مش يعني لا ار ام بس بحط مثلا بوك بوك او هون نقدر نحط في الجراف. هذا اوبجكت هذا مش لبوك واحد هذا بوك واحد.
هذا بوك واحد. هذا هذا بوك ثاني. طيب ورسني واحد يكون ثاني. يبقى هذا مكان تخزين لكتاب واحد. اه. اه هذا مش قريب ما. هذا اكزامبل لكتاب واحد. هذا اكزامبل لكتاب واحد. هناك نحط البلو برينت للاوبجكتس هون هناك هناك التايب الكلاس لان التايب في ناس فاهمين غلط عاملين هذا او ار ام يعني هذا اكزامبل مش للعالم هذا مش يعني بس الرسمه عشان نفهم بس الرسمه عشان تفهم بس ونسيها بعد وانا لذلك انا حاطط اكزامبلز كثيره ولام اكزامبلز كثيره اه لام لكم اكزامبلز كثيره عاملها فا اتس دايركت يعني حتشوفوا اكزامبلز كثير ار دي اف از ريبريزنتد ان داتا از ريبريزنتد ان ار دي اف as a directed label graph. هلا an RDF graph is a set بقدر اشوفه set of triples. شو التريبل؟ subject predicate object. subject predicate object هم يسميها ايش؟ تريبل. هاي لحظة هاي تريبل لحظة subject predicate object هاي عبارة عن تريبل اللي هي هاي تريبل وهي تريبل وهي تريبل وهي تريبل وهي تريبل اه كيف الريكورد تبعكم التابل هالريكورد التوبل او الريكورد سبجكت بريدكت اوبجكت بعمل لك جراف فمرسومها بالطريقه هاي هاي بنسميه شو التريبل يا عمار سبجكت بريدكت اوبجكت ايوه هو زي هو مثلا هاي سبجكت بريدكت اوبجكت سبجكت بريدكت اوبجكت ايتش سبجكت اند ايتش بريدكت ماست بي يو ار اي That is, it has to be a unique identifier, not a literal. An object can be either URI or literal. هاي example الexample نفسه هاي كتبته هون أنا يعني هانك graph هون كا وهاي تكملته هلا. فا the first line in the XML لاحظوا هون يعني هذا sorry هاي السلايد بس بدو يشرح لنا اشرح لنا هاي شو اول فيرست لاين لما بكتب انا بدي اكتب اذا بدي اكتب ار دي اف بهي الطريقه شو بكتب اول شيء ار دي اف كولن ار دي اف بعدين بحط النيم سبيس اذا بدي استعملها وبعدين ببلش اوصف فدي فيرست لاين ان ذا اكس ام ال فايل از اكس ام ال ديكلاريشن مرات سوري انا مش حاطه في الاكس ام ال ديكلاريشن بعدين الار دي اف element indicates that the content is RDF. Is RDF. هلا ال XML in is RDF. على فكرة هاي دي RDF هون صح؟ يعني ها أنا حطيت RDF بعدين حطيت RDF. لاحظ ليش؟ هاي RDF هاي مش XML مش هاي قلت لكم هاي name space. كيم هاي كلها هاي هاي شايفينها؟ بين two quotations. كيمها وحطها كامل هاي كوبي بيست طوالي وحط انتر على البراوزر في هناك تعريف هذا شو هو بقول تعريف شو يعني انها الدوكمنت ار دي اف تعريف شو يعني انها الدوكمنت ار دي اف لاحظين يعني لما تشوفوها كيمها وحطها بتشوف التعريف تبعها هنا فال هاي كنا نيم سبيس سبيسيفايز ذات تاكس وذ التاكس اللي فيه كملهم البريفكس تبعهم ار دي اف ار فروم ذا نيم سبيس ديفايند باي اللي معرف هون ها هاي هي هناك هناك التعريف هذا ستاندرد ما هو انت دائما عشان يعني كيف هتنعرف شو يعني دبليو 3 سي عملوا ريكومنديشن للار دي اف مش بس علمونا شو هو الار دي اف راحوا قالوا اوكي عشان الناس ما تخربشش شو يعني تعريف ال RDF document هاي كتبوه هون والناس أول ما يبدأ بحط RDF بعدين بيلزم أكثر من شغلة بال description شو يعني description طب شو بعرفني شو description كلمة description هو أنا reserved وكأنها reserved وين وين تعريفها كيمها حطها قبل هاي وروح حط description جربوا على فكرة قبل ما تروحوا تلك تعريف description هو وأبعد ماشي هاي بس عشان اقول لكم انه الجراف شايف اما الجراف اللي ورجيتكم اياه قبل شويه بقدر امثله ايش في تيبل اس بي او بسميه اس بي او هيك لاختصار عالم الجيكس عين الار دي اف
كلوش سبجكت بريدكت اوبجكت اس بي او ها. فالسبجكت the subject of the resource in the RDF statement, the predicate of the resource in an RDF statement, the object كنت معكم هنا. هلا التايب على فكرة سوري أنا ردت قبل ما أقول كراهة كان لازم كلها. شايفين هاي الـ RDF لو تروحوا عليها معرف فيها RDF هيك إنه غروت هاي الروت تبع الدوكيومنت معرف فيها الأداة إنه إحنا بدنا نعمل description being described يعني سوري resource being described description إنه هو الكونتينر الريسورس وفي كمان الداتا تايب نقدر نحط داتا تايب بعدين بشرح لكم اياها بس نقدر نحط داتا تايب هذول شيء عام بعدين في سبجكت وبريديكت اوبجكت في تايب كمان عرفنا التايب شو يعني ليش قلنا التايب ايش هذا اكزامبل عنها ايش هون اكزامبل عنها نرجع على ادوار سعيد وكاني انا هون بحط خط على هاي شو هذا يو ار اي بس بنعرفش انه شخص ولا كتاب صح اذا بدك اقول انه شخص بحط خط هون بحط دائره بكتب بيرسو شو بحط الليبل على الليبل طيب هلا عشان الناس ما تتخربشش لان هاي كومون دائما تلزم لكل الناس عرفوا طيب انها نوع هذا الاشي فبس ايش بدك تحط قبلها ار دي اف نقطتين طيب او 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 اللين كله يعني انها مش بريدكت هاي لا بريدكت بس بريديفاين هي ار اي ولا لا بريدكت معين معرف هناك بس ايش هلا ليش ما حطوش برايس ليش ما حطوش اوثر ليش ما حطوش تركوا لنا اياها احنا بنعرفها بس ايش عشانها هاي كومون دائما حطوها طيب ماشي ما يمكن سؤال لما تكتب دوكيومنت بالار دي اف تعرفوا مش في اتش تي ام ال فاليديتر لما تكتب الدوكيومنت تبعتك بالار دي اف بهاي الطريقه بالسنتكس على اكس ام ال في هون فاليديتر على دبليو 3 سي تعرف شو الفاليديتر منو بيعرف ايش بقول لك وين خلل عندك في بورجيك اياه وبعد كده برسم لك اياه في جراف كمان برسم لك اياه في جراف طيب خلينا نوقف شوي بريك.